لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رمضان ربيع القلوب، رمضان ربيع التقى قد فاح فواحه، رمضان يوسف الزمان في عين يعقوب الإيمان. من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فهو الملوم. والناصح لنفسه لا تخرج عنه مواسم الطاعات وأيام القربات عطلا، فإن الأبرار ما نالوا البر إلا بالبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فتكلمنا عن الوظيفة وهي العبودية لله عز وجل، والغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. وإنما قلت هذه الغاية لأن كثير من العبادات يعني بينت غايتها وهي الوصول إلى تقوى الله، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تصلون بالوظيفة إلى الغاية. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فبين عز وجل أن غاية العبادات الوصول إلى تقوى الله، فتكون التقوى هي الغاية. كذلك نجد أن الجوائز يعني جميعا جعلت للمتقين. قال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وفي قراءة: نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال عز وجل: إن للمتقين مفازا. فأجمل المفاز، وحتى لا يظن الإنسان أن هذا فوز محدود كأي فوز في الدنيا بأي جائزة دنيوية، ففصل بعد هذا الإجمال فقال: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال هذا: وإن المتقين لحسن مآب. مآب يعني مرجع، سألوا في فندق خمس نجوم أو في شاليه على البحر أو في حديقة مثلا، يفتكر أنه هو في مكان طيب وحسن. فحتى يبين عز وجل أن هذا المآب يعني لا يسوي أي مآب حسن في الدنيا، قال هذا: وإن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عز وجل عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنقول إن الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. فما هي التقوى؟ أحسن تعريف للتقوى ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان، والإحسان هو التقوى. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فتعلم بأن الله عز وجل يراك. وقالوا: التقوى هي علم القلب بقرب الرب، استشعار قرب الله عز وجل منك. فالله عز وجل قريب وفوق سماواته عز وجل، ومع ذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليه؟ لأن الله جل ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، لا يقاس يعني على المخلوق. يعني كما قال يعني بعض أهل البدع عن حديث النزول، وحديث صحيح، ينزل ويخلو منه العرش وهم يقيسون الله عز وجل على خلقه. فأهل السنة قالوا: يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش، فهو ينزل ولا يخلو منه العرش، ليس كمثل شيء، فهو كذلك فوق سماواته، ومع ذلك هو قريب، لأنه ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته.
فقالوا في تعريف التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقيل ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وقالوا في تعريف التقوى هي أن تترك ما تهوى لما تخشى، ما تهوى يعني من الشهوات لما تخشى من عقوبة رب الأرض والسماوات. فالإنسان يجتهد في الدنيا يعني حتى يصل إلى تقوى الله عز وجل، فينال الجوائز التي جعلت للمتقين. ودائما القرآن يتكلم عن المتقين وعن المجرمين، وبين ذلك المخلطين يسكت عنهم حتى يكونوا على خوف وعلى حذر، وحتى يجتهدوا في اللحوق بأهل التقوى. نسأل الله تعالى يعني أن يرزقنا التقوى، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.